نرحب فيكم في البقاع. تأتي هذه الزيارة للبنان لزيارة الأخوة والأشقاء من سوريا، وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة الأردن وزيارة لتركيا، حقيقة للوقوف على ما يعانيه الأخوة الأشقاء في هذه الدول والوقوف على احتياجاتهم الإنسانية التي ممكن أن نقوم بنقلها لمؤتمر بروكسل والذي سيعقد في 5 من شهر أبريل. وأنا كمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حقيقة اطلعت على كثير من الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها الأشقاء السوريين في هذه الدول، كما أن نحتاج أن نتكاتف كمنظمات الأمم المتحدة من ناحية وكذلك الدول المضيفة من ناحية أخرى على تقديم هذه المساعدات، ونطلب حقيقة من الدول المانحة تقديم المساعدات الإضافية من خلال مؤتمر بروكسل، وهذا سوف يساعد في استكمال وكذلك استمرار الخدمات التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة في مختلف القطاعات، في قطاع الصحة أو في قطاع التعليم أو في قطاع كذلك التغذية أو القطاع كذلك المأوى، وهذا سيعطي حقيقة منظمات الأمم المتحدة القدرة على استمرار تقديم هذه الخدمات. ونخشى أن في حال نقص الموارد المالية ونقص حقيقة المساعدات أن تتوقف هذه الخدمات أو أن تقل مستوى الخدمات عما تقدمه الآن، وشكرا.